سجل البايرن، هو 25 هدف لحساب المنشفت. يوب هانكس اللي احتاج الى معلومات من جوارديولا ليكسب برشلونة. ترجع كرة، هذا ما قاله يوب هانكس، والكرة ترجع مرة ثانية. كنترول، اختيرة صعبة، الانطلاق، التوزيع، بشكون اختيرة برشا، بشكون اختيرة برشا، دونتي والراس والهدف الاول، الهدف الاول للبافاري. قلت لك باش تكون اختيرة برشا، باش تكون صعيبة برشا، باش تكون مهمة برشا. 1-0 لكتيبة الرومينيجي، وهونس 1-0 لبايرن عن طريق مولر. 1-0 بالراس. المباراة تتوتر، المباراة تتطور، المباراة ستخرج من عمق الزجاجة من الحسابات. البايرن الهجوم الرهيب، الأحجار الكريمة يا منشد، دانتي بالراس والثانية بالراس، آخرها شباك، آخرها اهتزاز، آخرها اهتزاز للمرمى، واهتزاز في المدرجات، واهتزاز بالأعصاب، واهتزاز بالأفراح. 1-0، دانتي يغلب ألفيس، وبيكي يخسر الدويل مع مولر، رأسية ودبل راس، اتحقق الكاس والسعاد الناس لعشاق باير. 1 بافاريا. مارتينيز يحط الساقو، الان تجي الساق الروبان، رد بالك بالراس، والهدف الثاني، الهدف الثاني البافاري، ما يحموش، السوبر ماريو كومش، جول تلاس باير مونشن. 2-0 للبافاري. ما يرحموش، ما ترحمش يا هونس، كيما كنت انت ملاعبي، ما ترحمش يا رومينيجي. هدفين لصفر. ماذا يحدث في الاليانز ارينا؟ الدمار الشامل بكرة ثانية، فماش تسلل من هذه الزاوية، الدفاع يغلط، كل الكرات العالية ياخذها منشن. شوف الكسيس الكيرف ايش يعمل، يطلع ويعبط الولاد قصار، والبايرن طوال، ومولر يصنع هدف ويسجل جول، ونتيجة 2-0 بلغة التور. البايرن يصطاد البارسا في 6-2-1 برشلونية، والكرة الكتالونية تضيع. بعد ربيعون، الله يا عبد الله، الله يا عبد الله، اذا تفرسي في كرة ممتازة جدا من ربيعي، وفرصة كبيرة، والثالث عن طريق روبين، روبين يتعدى، والهدف الثالث. مش ممكن، اريو روبين، جول، الهدف الثالث لبايرن ميونخ. مش ممكن يا البافاري، امان يا الالماني. 3-0، نسينا المتعة الأولى بتاع ريبيري. شوف الباس، هاو جي، هاو تخلى، هاو سدد، وحتى جول. 3-0 لياريان، 3-0 للصاروخ. بالسرعة كانوا أفضل، بالقوة كانوا أفضل، بالخطورة والنجاعة كانوا أحسن. هنا فما بلوكاج، هذه بلغة الباسكيت، فما بلوكاج. شوش عمل مولير؟ لا خطأ يا حكم، يا حكم، يا كساي، يا فيكتور، الله يهديك يا كساي. هي الكرة هفوات، هي الكرة غلط، هي الكرة أخطاء، والنتيجة الثالثة شبه مستحيلة. نعم، نتكلم ونصب الأسماء بمسمياتها يا أخي، كنا خاف نحن ونبدأ نحسب فلان وعلان، ويغضب وما يغضبش، تغضب أو ما يغضبش. 3-0، باي، يلزم هدف لبرشلونة، ولكن أين هذا الهدف؟ والرابع، والهدف الرابع وبالحق، أديوس، الرابع عن طريق توماس مولر. المنشن يلقن الدروس ويرفع الروس، يرفع روس ألمانيا. لم تكذب ميركل، لم تكذب المستشار لما قالت أرى الفاينل في ويمبلي. بايرن دورتموند في جزء الأول يقتربون، وفي جزء الثاني يحلمون ويتمنون غدا أن يعطي بروسيا خطوة كبيرة نحو نهائي بوندسليغا، نحو لقب لدوري الأبطال. غاب عنهم سنين وتمنى عنهم سنين، ولكن سيعيدونه إلى أرض ألمانيا، أرض الألمانيا. 4-0 مولر.
من اليسار الى اليمين، كرة رائعة لأريال ربع نجم، الكرة الرياضية يدخل في اليسار وسام أجمل أسبقية على الأراضي الكتالونية. شيء كبير يا عمري، شيء كبير يا عمري، كرة رائعة، كرة خرافية بافارية في الملاعب الأوروبية. الربع مانجوكيتش، الربع أتمات لويس جوستافو، ماكينة ألمانية في التحرك، ماكينة ألمانية، ماكينة ألمانية، مشاهدينا الكرام، هم ملوك الزمان. بالنيران بالنيران يكتوي الإسبان، نيران صديقة لبيكين باور جنرال بيكي. انت برسايدي برشلونة، كرة ألمانية نارية، ريبيري في التوزيع، وجنرال بيكي يضع الكرة في الشباك وهو الفتاك، والنهاية مشاهدينا الكرام. أنا أتابع وأكتوي وأقول وأني توقعت هدف ثاني ألماني أكثر من مرسى من ثلاثية، بعد أن كانت ثنائية هذه ولات عقابات. لأن ريبيري، ريبيري يوسع، جول، لا 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 يا بايرن، لا، حرام عليك يا بافاري، حرام عليك يا بافاري يا ناري. الليلة تعاقب برشلونة اللي كان عنده أجمل كرة في المعمورة، يسارية ريبيري ورأسية مولر، الألمان نار نار نار. شوف شوف هذه الكرة وتابع أجمل صورة، يا سلام على ريبيري باليسار، ويطلع مولر يحلق في الفضاء. كرة الدلال، كرة الجمال، البايرن 7-0 مع برشلونة رايح جاي. يا سلام يا سلام، شوف مولر، شوف والله عنده تلقيح من جارد مولر. يبحث عن فيليب لام، متقدم فيليب لام، ترجع لروبن كروس، كروس ألابا طلبها على الجهة اليسرى، فضل فرانك ريبيري، فرانك ريبيري جهة تابيد ألابا، هنا من ريبيري، أوه با 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 با، هنا من جول، جول فيليب لام، هذا القصير بالراس يفتح مجال التسجيل للبايرن، حطها له فوق راسه فرانك ريبيري، بينتو يتفرج ودفاع البارسا يتفرج، يا لها من تحفة كروية رائعة. شوف فيليب لام كيف تقدم، حطها له ريبيري فوق راسه، اي 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 اي، بينتو وكأنه حارس كرة يد وليس كرة قدم، خلاه ساجد فوق أرضية الميدان بعد هذا الهدف، بعد هذه الكرة الرائعة جدا من فرانك ريبيري مباشرة لفيليب لام بالراس يسجل كيركوف، كرة في العمق، هيلة الكرة هذه من عند دافيد ألابا، التوزيع أرضية، مانزوكيتش والهدف الثاني، مانزوكيتش والهدف الثاني لصالح البايرن عن طريق ماريو. في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة ماريو مانزوكيتش 27 سنة، الكرواتي اللاعب السابق في نادي فولفسبورغ، يسجل الهدف الثاني بعد هذا التوغل من هناك على الجهة اليسرى، كونتونتو يوزع ناحية مانزوكيتش والهدف الثاني، البايرن متقدم على البارسا ب 2-0 قبل 3 دقائق من نهاية المباراة. جماهير استمتعت بالشوط الأول،
الشوط الثاني لا أعتقد تجاوبت مع مجريات الشوط الأول ولكنها مع الشوط الثاني